هيجيلك وقت هتحصل لك حاجات في حياتك مش مفهومة، ناس هتسيبك من غير أسباب، شغل هتعطل، أحلام هتتأجل، أبواب هتتقفل في وشك فجأة، هتحس إن حياتك بتتلخبط وكل حاجة نفسك فيها بتروح منك. تعالى أقولك على سر، يا بختك يا بختك لأنك هتشوف العجب في حياتك. الأتون اللي لقيت نفسك فيه ربنا هيكون جواه وجنبك، الجب اللي اتسجنت فيه ربنا هيسد أفواه الأسود اللي فيه علشانك، البحر اللي نزلت فيه هيتشق وهتشوف فرعون قصادك بيغرق بمركباته وجنوده، الحوت اللي بلعك هيعلمك ترفع ايدك وتصرخ لربنا، البير اللي اخواتك رموك فيه هيكون سبب انه يخليك في مكان احلى واعظم ومنصب عمرك ما حلمت بيه. عايز اقولك ان كل حاجة بتحصل في حياتك مقصودة، وكل اللخبطة اللي انت عايش فيها دلوقتي نهايتها هتكون فرحة وخير اكبر مما تتخيل. اصبر واطمن وربنا هيفاجئك قريب قوي، علشان هو عارف شغله كويس وعارف هو بيعمل ايه بالظبط. غمض عينك هتسمع صوته وهو بيقولك لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد.